ندعو المؤسسات إلى التعبير عن احتياجاتهم. المؤسسات التكوينية تحتاج أو تطلب من المؤسسات الاقتصادية التعبير عن احتياجاتها من المتمهنين. هذا التعبير عن الاحتياجات أو هذه الطلبات سوف تساعدنا في برمجة تخصصات لها فائدة أكثر، تلبية طلبات التمهين من الشباب، اقتراح تخصصات جديدة تتلائم مع النسيج الاقتصادي للولاية وخاصة مع التطور الاقتصادي والنسيج الاجتماعي للولاية. إذا طلب واحد فقط من المؤسسة التكوينية وهو أن هذه المؤسسة الاقتصادية تعبر عن احتياجاتها من أجل مساعدتنا في تطوير هذا النمط وهو النمط التكوين عن طريق التمهين. وشكراً.